لا شك إذا كان السمك لا يستطيع أن يعيش إلا في الماء، والطيور لا تستطيع أن تحلق إلا في الهواء، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بين الناس. والعامة تقول الجنة ما فيها ناس ما تنداس. آدم عليه السلام كان في الجنة، وأي مكان أجمل من هذا المكان؟ يقول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: فاستوحش آدم وهو في الجنة، فلما نام خلق الله من ضلعه حواء لتؤنسه. الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بين الناس ومع الناس، ومعظم معاناة الناس أساسا من الناس. فكل ما كانت جودة حياة الإنسان مرتبطة بجودة علاقاته، إذا كانت علاقاته جيدة كانت حياته لا شك جيدة. في واحد اسمه إدوارد بيجام من جامعة هارفارد، عمل دراسة على 4000 موظف تم فصلهم. عجيب. 4000 اكتشف أن 10% منهم فقط تم فصلهم لسوء في الأداء، 90% تم فصلهم سوء علاقات داخل العمل. عجيب. أي فلما لا تكون بيئة العمل جيدة من حيث العلاقات وليس من حيث الأداء، لا يستطيع الإنسان أن يعمل.